إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الإعلام والشأن العام. إعداد وتقديم إبراهيم القيسي. أعزائي مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والمتابعين لبرنامج الإعلام والشأن العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. هذه هي الحلقة الأولى من حلقات برنامج الإعلام والشأن العام في هذا العام 2017، والتي نتمنى أن تكون باكورة إنتاج من هذا البرنامج طيبة وفيها جديد مفيد لعناية المتابع لهذا البرنامج الميداني. في هذه الحلقة، وبعد ربما انقطاع ملحوظ عن متابعاتنا للشأن الأكاديمي، نسلط الضوء على هذا الشأن من جديد، ولقاء مع نائب رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للشؤون الدولية، وهو الأستاذ الدكتور عبد الله الزعبي. فلنحاول أن نرتحل مع الدكتور الزعبي في هذه الحلقة وتسليط الضوء على بعض القضايا المهمة ذات العلاقة المباشرة بهموم ومشاكل واستراتيجيات التعليم العالي في الأردن. فلنستمع معا إلى مجريات هذا اللقاء. الإعلام والشأن العام. الأستاذ الدكتور الصديق صحيح لهذا البرنامج دكتور عبد الله الزعبي، تحياتي يا سيدي. أهلا وسهلا. ربما انقطعنا مطولا ولم نلتقي بجامعة الأميرة سمية تحديدا وبكم أنتم، لأنه سبق وأن التقينا بكم وقدمتم حديثا مهما في شؤون وهموم التعليم العالي واستراتيجياته. لكن نبتدأ هذه المرة من سؤال يتقصى ما الجديد في جامعة الأميرة سمية على صعيد المشاريع التعليمية بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيره. في البداية أشكر الإذاعة الأردنية على مبادراتها الطيبة وانفتاحها على الجسم الأكاديمي والمجتمع الأكاديمي في الأردن، وكما أشكر برنامج الإعلام والشأن العام على استضافتي مرة أخرى لتسليط الضوء على بعض المستجدات في الشأن العام للمجتمع الأكاديمي في الأردن. جديد جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا هو أننا حقيقة نفتخر ونعتز بما حققته الجامعة في الفترة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق في امتحان الكفاءة، إذ جاءت الجامعة في المرتبة الأولى في تصنيف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الأردن، وسبقت جامعات عريقة ومهمة ولها شأن في المطمار الأكاديمي. وهذا دليل على أن عندما يكون هنالك عناية متميزة في الجامعة، في إدارة شؤونها، في متابعتها، في وضع استراتيجية واضحة، في وجود رؤية لهذه القيادة، ومن ثم وجود أشخاص أكفياء يستطيعون أن يقوموا بما تكلفهم به تلك القيادة، يحصل الإنجاز، يتم الإنجاز. وهذا هو ديدا وسيرة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، إذ أنها جامعة بوركت في أن يكون لها قيادة متمثلة في سمو الأميرة سمية بنت الحسن، التي ما فتئت تقدم وترعى هذه الجامعة منذ نشأتها، وكذلك وجود أعضاء هيئة التدريس جادين أكفياء قادرين على متابعة ومواكبة متطلبات وما يجري في هذا العصر، وجود جسم إداري ملتزم ويقوم بواجباته على أحسن ما يكون، كذلك طبيعة جامعة الأميرة سمية، إذ هي جامعة متخصصة وربما تشكل نموذجا لجامعة المستقبل، بدل من أن تكون الجامعة جامعة شاملة لكل التخصصات، جامعة ضخمة يمكن أن
تصيبها المشاكل البيروقراطية، لكن جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا هي جامعة رشيقة لا يتجاوز عدد طلابها 3500 طالب، متخصصة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البزنس تكنولوجي. لذلك مسألة التخصص مسألة مهمة جدا، وهذه من العوامل التي ساعدت أن تكون جامعة الأميرة سمية في هذه الفترة ومنذ حقيقة عدة سنوات في المقدمة. جامعة الأميرة سمية كذلك تركز في أعمالها على النشاطات الدولية دائما، كذلك في المقدمة فيما يتعلق في المشاريع الأوروبية من مثل مشاريع تمبس ومشاريع راسموس بلس ومشاريع التبادل الطلابي ومشاريع حتى بعض المشاريع البحثية، وارتباطنا في الجمعية العلمية الملكية حقيقة فتح لنا أفاق كبيرة جدا فيما يتعلق بالبحث العلمي والتشبيك والوصول إلى مراكز البحث العلمي في مختلف أنحاء العالم. لذلك هنالك يعني عوامل ساهمت في أن تكون هذه الجامعة على ما هي عليه في الوقت الحاضر. الإعلام والشأن العام. الأستاذ الدكتور عبد الله الزعبي نائب رئيس جامعة الأميرة سمية لشؤون التعاون الدولي. يا سيدي، نحن وجهنا لك السؤال الأول بناء على وظيفتك في هذه الجامعة وبناء على علمنا المسبق بأنك من أنشط الأكاديميين في استجلاب مشاريع بشراكات دولية كالشراكة الأوروبية مثلا، وتسهم هذه المشاريع في إيجاد حلول صامتة لمشاكل كثيرة تواجه التعليم العالي، وربما نحن الوحيدون الذين التقينا معك إعلاميا للحديث حول هذه المشاريع في مناسبات سابقة. فبناء على هاتين المعلومتين، وهما أنك مساعد أو نائب لرئيس جامعة الأميرة سمية لشؤون التعاون الدولي، وأنك من أنشط الأكاديميين في استجلاب مشاريع تسهم في إيجاد حلول لمشاكل التعليم العالي في الأردن، ما الجديد على هذا الصعيد؟ يا سيدي، هنالك بعض المشاريع التي حصلت عليها جامعة الأميرة سمية من خلال مشروع أو برنامج إيراسموس بلس الأوروبي. هنالك المشروع الأول يتعلق في علم الحاسوب وتطبيقاته في المجال القضائي تحت عنوان الحاسوب في الأدلة الجنائية. سنقوم من خلال هذا المشروع على تصميم بعض المساقات الأكاديمية في برنامج علم الحاسوب أو بالأحرى كلية الاي تي بشكل عام، تنظر في مسائل تتعلق في استخدامات الحاسوب في الوصول إلى الأدلة الجنائية وتحليلها وتطبيقها على المجال القضائي. كذلك هنالك مشروع في إدارة المشاريع الأوروبية، يتعلق المشروع في كيف نبني قدرات أعضاء التدريس الباحثين وأعضاء التدريس في الجامعة على التقدم لطلبات المشاريع، على إعداد المقترحات، على تصميم الموازنة، على كيفية إدارتها، يعني إدارة المشاريع هو علم قائم بحد ذاته. هنالك مشروع في المواد التعليمية المفتوحة والمساقات المفتوحة على الإنترنت الموكس والأوبن إديوكيشن ريسورسز، وكيف نغتنم وجود هذه المساقات ووجود بعض المبادرات العالمية مثل مبادرة إدكس ومبادرة كورسيرا أو منصات كورسيرا أو إدكس لجامعات عريقة جدا مثل جامعة هارفارد وجامعة أم آي تي وجامعة ستانفورد، وكيف تنخر جامعة الأميرة سمية في تصميم هذه المساقات ورفعها على تلك المنصات، وبالتالي تصبح شريكة فاعلة في أولا تصميم هذه المساقات، ومن ثم استخدام طلابها لمساقات أخرى مفتوحة على جميع جامعات العالم. هذا مشروع جدا مهم، ونتمنى أن نرى بعض المبادرات في هذا الاتجاه في الأردن. المشروع الأهم هو مشروع الإطار الوطني للمؤهلات. هذا المشروع الذي يقصد منه طبعا عدة أهداف، ولكن الهدف الأساسي هو إعادة تصميم كافة البرامج الأكاديمية
الموجودة في الجامعات الأردنية وعددها يقارب 1000، هي 955 برنامج بكالوريوس و455 برنامج ماجستير وحوالي 78 برنامج دكتوراه، لتصبح برامج تعتمد على مخرجات العملية التعليمية، على learning outcomes، وبالتالي تتناسب مع سوق العمل وتتناسب مع متطلبات المجتمع الأردني وتتناسب مع أسس الحضارة العربية الإسلامية وأسس واحتياجات المملكة من التخصصات المختلفة، من احتياجات حقيقية وفعلية للمجتمع الأردني وللدولة الأردنية في كافة هذه التخصصات. أنا بعتقد أنه هذا المشروع هو مشروع يعني سيمثل نوع من النقل النوعية للتعليم العالي في الأردن، ولا أرى أي تطوير العملية التعليمية دون أن تبنى المساقات وتبنى البرامج الأكاديمية على المخرجات على المخرجات وليس على المدخلات، ما يسمى بالليرنينج اوتكمز، المخرجات التعليمية. لها هذه الطريقة لها فوائد كثيرة جدا، تبني الطالب ليس فقط على المعرفة كما هو معمول به حاليا في الثقافة المعمول بها حاليا في الأردن، ولكن تبنى كذلك على بناء المهارات والقدرات، إضافة إلى المعرفة تبنى على المهارات والقدرات كما تبنى على المعرفة. يتشارك المجتمع وأصحاب المصلحة كافة، كافة المعنيين في عملية التعليمية، سواء من الطلبة أنفسهم أو أهاليهم أو الجامعات، الأساتذة، الدولة، الحكومة، الوزارات، الشركات، الصناعة، كل الناس أو كل الجهات المعنية في العملية التعليمية، وهو كل إنسان حقيقة يشارك في وضع هذه المخرجات التعليمية. ما يحصل لدينا الآن أنه عندما تقوم جامعة بتصميم برنامج معين، برنامج في علم الحاسوب، برنامج في الصيدلة، برنامج في أي مجال تعليمي، القضية تقليدية وهي أكثر ما تكون copy and paste من برامج موجودة في بعض الجامعات العالمية أو برامج موجودة في بعض الجامعات الأردنية حتى، ولا يبذل جهد كبير في صياغة هذه البرامج وفي إعدادها وفي إعداد المساقات بشكل يعني مبني على بطريقة علمية، هي يعني إعادة لتجارب الآخرين. في هذا المشروع سيتم تحديد المخرجات التعليمية لكل برنامج، ومن ثم نستطيع أن نعيد تصميم كافة البرامج في كل مسار، في كل مادة من المواد التي تطرح في هذه جامعة أو تلك، يعاد صياغتها بحيث أن تتناسب مع المخرجات العملية التعليمية Learning Outcomes. المشروع يدعو إلى ثورة حقيقية في مناهجنا الدراسية. المشروع يبني لربما يعني للخمسين سنة القادمة في الأردن على كيف نبني البرامج الدراسية بحيث يتواءم ويتلائم مع احتياجاتنا الحقيقية. الواقع الحالي لا نرى ذلك، يعني إذا أخذنا أي برنامج وعدنا إلى أصوله نجد أنه مستقى من أحد الجامعات العالمية أو التي سبقتنا في هذا الموضوع، وأي عملية تجديد أو تطوير هي عملية يعني لا تؤثر في روح هذه الممارسة. لكن في هذا أو هذا المشروع سيؤدي إن شاء الله إلى دفع الجامعات الأردنية إلى تبني طريقة جديدة في بناء البرامج والمناهج التدريسية بحيث يكون مبني على احتياجات الحقيقية للمجتمع الأردني. الإعلام والشأن العام. ما زلنا معكم أعزائي مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والمتابعين لبرنامج الإعلام والشأن العام، وهذا اللقاء الخاص مع الأستاذ الدكتور عبد الله الزعبي، نائب رئيس جامعة الأميرة سمية للشؤون الدولية.
دكتور عبد الله، يعني أنا أشكرك على مداخلتك السابقة التي قدمت فيها معلومات مهمة، وهي تعتبر معلومات من باب العصف الذهني، وخصوصا لأولئك الذين يتحدثون عن مشاكل التعليم العالي واستراتيجياته، وربما يتحدثون عن حلول هم أبعد ما يكونوا عن فهم المشكلات أصلا حتى يقدموا حلولا لها. لكن يا سيدي، يعني لاحظت أن في الحديث أن ثمت مشاريع ربما مدروسة بطريقة معينة لتحاكي الحاجة الأردنية من مؤسسات التعليم العالي، بحيث أن تكون هناك برامج نجد فيها من الخريجين الجامعيين الذين لا ينتظرون على صفوف البطالة مطولا، ولجامعة الأميرة سمية ولمثل هذه المشاريع مبادرات يعني ثبتت يعني أنها ناجحة، وأن هناك خريجون من جامعة الأميرة سمية لا ينتظرون بعد تقديم آخر امتحان تكون الشركات في طلبهم الصحيح. ربما في المشاريع التي ذكرت في مداخلتك السابقة يعني هذه الميزة موجودة فيها، لكن عن هذا المشروع الذي تعتبره ثورة في مجال التعليم العالي، وخصوصا حين تحدثت بأن هذا المشروع إن أصبح يعني نافذا في جامعاتنا سيقوم بتقييم البرامج الدراسية في الجامعات بحيث أن يصوبها إلى الهدف الرئيسي، وهو تحسين مخرجات التعليم بما ينسجم مع ثقافة وحاجة والمجتمع والدولة الأردنية. لكن هناك مبادرة وطنية معروفة، وهي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. يعني لا أعلم الآن هذا المشروع الذي تتحدث عنه باعتباره ثورة، وتلك الاستراتيجية التي انطلقت برعاية الملكية قبل أشهر، وربما تحدثنا معك سابقا عنها وعن رؤية جلالة الملكة رانيا حول هذه الاستراتيجية، إلى أي حد تنسجم هذه المشاريع وخصوصا المشروع الذي وصفته بأنه ثورة في مجال التعليم العالي الأردني، إلى أي مدى ينسجم مع مضامين الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. في السابق أعتقد أننا خضنا في هذه المسألة وكيف يصب مشروع الإطار الوطني للمؤهلات الذي حقيقة سيشمل برامج التعليم العالي فقط، ما نقوم به فقط للتعليم العالي من مستوى الكلية ثم البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. لكن الإطار الوطني للمؤهلات هو حقيقة يبدأ ما قبل المدرسة، وفي هذا المجال ليس للسن أو للعمر يعني معنى أو دور في هذه القضية، وهو بني في أوروبا أو فلسفة أوروبية حتى ينسجم ويتوائم مع ما يسمى بالتعليم مدى الحياة، وهذا مفهوم حقيقة يجب أن نركز عليه. يعني عادة أتساءل ما هو دور الجامعة في حياتنا، ما هو الدور الحقيقي للجامعة، وهل الجامعات في عصرنا الحالي هي لها نفس الدور التي صممت أو النموذج الذي صمم على أساسه أو صممت على أساسه الجامعة في القرن 17 و18 والآن ولغاية أيامنا هذه؟ دورها اختلف كلي ومع ثورة التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مع العولمة التي حدثت في العالم، مع قضية الماسيفيكيشن، قضية الطلب الهائل على التعليم العالي، الزيادة المضطرد لعدد الجامعات، الازدياد المضطرد لعدد الطلبة، حركة الطلاب في دول العالم وتنقل الطلاب وحصولهم على شهادات من دول خارج دولهم، كل هذه القضايا تقودنا مرة أخرى إلى دور الجامعة، ومن ثم يأتي مفهوم التعلم مدى الحياة، وهل التنظيم أو المنظومة التعليم العالي أصبحت فقط محصورة في الجامعات أم لا، وهذا يقودنا
إلى مسألة أخرى اللي هي مسألة المخرجات العملية التعليمية وإطار الوطني المؤهلات، ومن هنا مدخلنا الأساسي للاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية التي يجب أن تصاحبها بالمناسبة استراتيجية وطنية أخرى سأتحدث عنها بعد قليل. الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية هي باعتقادي إن أحسن تنفيذها، لأن الرؤية والرسالة التي تحملها في طياتها هي يعني حقيقة متقدمة، وستخرج التعليم العالي والتعليم الأساسي من عنق الزجاجة، وتقودنا إلى انفراج في حالة التعليم في الأردن بشكل عام. ولكن تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى برنامج عمل حقيقي، برنامج عمل علمي، برنامج عمل تفصيلي يحدد تواريخ الانتهاء، يحدد من سيقوم بهذا العمل أو ذاك، يحدد الموارد المطلوبة سواء من نواحي مادية أو من نواحي بنية تحتية إلى آخره، يكون هنالك مؤشرات إداء نوعي وكمي إلى آخره. لذلك نحن الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية سيكون مصيرها الرف إذا والغبار إذا لم يوازيها، وأنا أعتقد أن الوزارة، وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم يقومون بواجبهم في هذا الإطار، ونأمل أن نرى النتائج بأقرب وقت. لكن أنا لا أرى اكتمالا لهذه الاستراتيجية دون الإطار المؤهل الوطني المؤهلات، ودون أن نعيد فلسفة وصياغة برامجنا التعليمية على أساس هذا الأسلوب العلمي البسيط التشاركي. أنا باعتقادي كلمة السر، الكلمة السحرية في كل مشاكلنا مرة أخرى التشاركية. يجب أن يكون الإنسان الأردني مشاركا في مستقبله، وإذا كان التعليم هو الموضوع الذي نتحدث عنه، إذا لم يكن هذا الإنسان مشاركا في مسألة التعليم بماذا يشارك؟ أنا لا أدري بماذا يشارك. ولذلك هي عملية في بعض الدول أخذت هذه العملية أكثر من 6-7 سنوات حتى حصلوا على إطار نهائي للمؤهلات لديهم، ومن ثم إعادة تصاميم البرامج. ما زال معظم الدول الأوروبية يقومون بإعادة ليومنا هذا، بعضهم أقروا الإطار المؤهل الوطني للمؤهلات قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، بعضهم ما زال يقوم بإعادة تصميم هذه البرامج على هذا الأساس. لذلك هي عملية طويلة ومضنية، وتحتاج إلى تشارك كل الجهات المعنية وكل إنسان في معني بالتعليم في الأردن بهذه المسألة. هنا تكتمل الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، بغير ذلك أنا لا أعتقد أنها ستذهب بنجاح. طبعا الاستراتيجية الأخرى التي يحتاجها الوطن، وباعتقادي أنها بنفس الأهمية، نحن نحتاج إلى استراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي. كل دول العالم التي حققت نجاحات اقتصادية لم تستطيع أن تنتج شيء واحد أو تتقدم خطوة واحدة دون استراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، Science, Technology and Scientific Research. أول 18 دولة في العالم اقتصاديا حققوا قفزات نوعية في فترة قليلة جدا، وسأضرب بعض الأمثلة، نتيجة تبنيهم استراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي. هذه الدول وكل الدول الناجحة في هذا المضمار اتبعت ما يسمى بالتوب داون، من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى أن رأس الدولة هو من يتبنى الاستراتيجية الوطنية للعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، هو الذي يضع الرؤية، هو الذي يضع الرسالة، هو الذي حتى يضع الأهداف. كل مؤسسات الدولة بما فيها الوزارات، بما فيها الجامعات ومراكز البحث العلمي وحتى الصناعة والشركات، كلها تعمل من أجل تنفيذ أهداف وتحقيق أهداف هذه الوطنية الاستراتيجية. السمة البارزة فيها أنها من الأعلى إلى الأسفل، كلها في هذه 18 دولة مربوطة في رأس الدولة. ولكن حتى تنجح يبنى لها بنية تحتية، تحتاج إلى infrastructure، تحتاج إلى أدوات تؤدي إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية. وهنا نقع نحن في مطب
عدم وضوح الرؤية، لأننا نطالب الجامعات أن تقوم بهذا الدور. هذا ليس دور الجامعة، الدور الجامعة محصور في إنتاج المعرفة. إذا تكلمنا عن النموذج التقليدي، إنتاج المعرفة بما فيها القدرات والمهارات إلى آخره. دور الجامعة ليس تخريج طلبة لسوق العمل. إعادة تصميم هذه البرامج سيؤدي إلى أنه يتوائم هذا الكلام مع سوق العمل، لكن دور الجامعة الحقيقي هو إنتاج المعرفة. لا يمكن أن ننتج معرفة دون بحث علمي، لا يمكن أن ننتج معرفة دون أن تكون الجامعات أو أن يكون المحور الأساسي لتلك الجامعات هو العلم والتكنولوجيا، إنتاج العلم والتكنولوجيا. الأداة لهذه المسألة هي البحث العلمي. كيف؟ نحتاج إلى رؤية واضحة من رأس الدولة، هو الذي ينير الطريق للناس، هو الذي يعني دعني أضرب مثلا، لو افترضنا أن دخل الفرد الأردني الآن 3,000 دولار في السنة، أوكي، وهو واضح أنه يعني دخل يضعنا في مضمار الدول الفقيرة. لو أتى قرار من الدولة الأردنية يقول أننا سنرفع هذا الدخل من 3,000 إلى 5,000 بحلول 2020 أو 2025، هذا هو الفيجن، هذه هي الرؤية. الإنسان الأردني سيصبح دخله 5,000 دينار أو 5,000 دولار في السنة. كل مؤسسات الدولة تبني استراتيجيتها من أجل هذا الهدف. هكذا عملت الدول الأخرى، يعني دول ليست ببعيدة عننا، دول قريبة جدا إلينا. دول الآن أصبحت تركيا على سبيل المثال رقمها في الترتيب القوى الاقتصادية في العالم 18. في بدايات القرن كان دخل الفرد لا يتجاوز مثل الأردن الآن 4 أضعاف، واستراتيجيتهم للبحث العلمي والعلم والتكنولوجيا في عام 2023-2025 ستصبح 25,000 دولار. كل الدولة تعمل من هذا الهدف، من أجل هذا الهدف، يوظف العلم والتكنولوجيا من أجل الوصول إلى هدف يخدم الإنسان. ولهذا تأتي دور الجامعة مهم ومحوري في هذه المسألة، لكن تخدم غرض محدد. فلذلك نحن نحتاج إلى استراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ولكن بكلاهما يكون مرتبط برأس الدولة، وهذا تم، ولكن يحتاج إلى خطة عمل تفصيلية علمية مبنية على التشاركية. يعني يصمم هذه الخطة كافة المعنيين من كافة مناطق الأردن بكافة أطياف الناس، لا نترك أحدا. هذه عملية تحتاج إلى حوار دائم ومستمر. الإصلاح في الأردن ليس فقط إصلاحا سياسيا، نحتاج إلى إصلاح على في 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 طرق تفكيرنا، في طرق معالجتنا للأمور، في طرق يعني النظر إلى مشاكلنا والنظر إلى الحلول في المستقبل. أنا بعتقد أنه يجب على الجميع أن يشارك في وضع هذه الخطط من أجل خدمة هذه الاستراتيجيات. الإعلام والشأن العام. دكتور عبد الله، يعني أنا أشكرك على كل مداخلاتك، في كل مداخلة صحيح يعني معلومات مهمة. أنا إعلامي يعني صحيح، لكن هذه المعلومات القيمة ربما أسمعها وكأني مختص، يعني تضفي يعني على اهتمامي اهتماما آخر، صحيح، لأنه كلها يعني معلومات جديرة بالحديث عنها، خصوصا ونحن غارقون في مشاكل التعليم العالي مع كثرة الآراء الصحيح فيه وكثرة التحليلات وغيرها. تفضلت وتحدثت عن الاستراتيجية المطلوبة أردنيا بعد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وهذه الاستراتيجية هي الاستراتيجية الوطنية للعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي. في الواقع يعني من شرحك عن هذه الاستراتيجية ربما أنا لمست أن جامعة الأميرة سمية وإلى حد بعيد تعمل ضمن هذا الإطار، يعني هي تصمم برامج تعليمية معينة
لا يكون فيها مشاكل، يعني تلبي حاجة السوق وتكون الأمور سلسة، ولا يمكن أن تقدم ملاحظات حول هذه التخصصات، وهي تخصصات دوما يعني جديدة ومطلوبة وفريدة من نوعها. لكن سبق لنا أن تحدثنا معكم في هذه الجامعة ومعك أنت شخصيا حول مشروع الإيليرنينج أو التعليم الإلكتروني، وهو أيضا مشروع بناء كبير بشراكة أوروبية، وتساهم فيه عدة جهات في الأردن من بينها 5 جامعات بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اعتمادا خاصا وعاما. إلى أي مدى هذا المشروع التعليم الإلكتروني يقترب من الاستراتيجيتين التي تحدثت عنهما، تنمية الموارد البشرية والوطنية للعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي؟ حقيقة التعليم الإلكتروني هو تعليم، هو وجه آخر للتعليم، ولكن الهدف في النهاية هو التعليم باستخدام أدوات إلكترونية، باستخدام الإنترنت إلى آخره. في أوروبا لا يفرقون في قضايا التعليم الإلكتروني بين التعليم هذا التعليم والتعليم التقليدي الفيس تو فيس، وجها لوجه، لأن الأساس في ذلك هو بناء البرامج والمساقات الأكاديمية على مخرجات العملية التعليمية. وبالتالي ما دمت أنا أقيس هذه المخرجات لدى الطالب عندما يتم الطالب المساق أو البرنامج عن طريق امتحانات، عن طريق النشاطات إلى آخره، أنا أقيم البرنامج وما استطاع الطالب أن يتعلمه من خلال هذا البرنامج أو هذا المساق على مخرجات العملية التعليمية، وبالتالي لا يفرقون بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني في الدول الغربية هو ليست قضية، هو ممارسة تمارس، هنالك جامعات عدد الطلبة فيها يفوق أضعاف الجامعات التقليدية. في جامعة في إسبانيا عدد طلابها 260 ألف طالب، يمنحوا درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في تخصصات مثل الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية إلى آخره. ما عادت شكل التعليم، الحصول أو وصول الإنسان للمعلومة هي هذه القضية. مدامت البرامج الأكاديمية خاضعة لمسائل ضبط الجودة فليس هنالك أي مشكلة. ونحن حصلنا على مشروع في هذا المجال قبل 2 أو قبل 3 سنوات من أجل معالجة قضايا ضبط الجودة في العملية التعليمية، في عملية التعليم الإلكترونية. ومن أجل هذا الهدف قمنا مجموعة من الجامعات، 5 جامعات أردنية، جامعة اليرموك، الجامعة الهاشمية، الجامعة الأردنية، جامعة حسين بن طلال، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي تقود المشروع بالتشارك مع الوزارة وهيئة الاعتماد واتحاد الجامعات العربية، قمنا تشكيل ائتلاف مع بعض الجامعات الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا وفنلندا وبلجيكا، وقررنا أن نصمم بعض المواد التدريسية لأولا يعني نثبت أن المسألة يعني نستطيع أن نقوم بها بموارد أردنية بحتة دون أن نحصل على يعني أي دعم مالي من فيما يتعلق في الأجهزة والمعدات والخبرات وإلى آخره. قمنا في تصميم 3 مواد، 2 تلك المواد في الهندسة، في الطاقة المتجددة، ومختبر عملي حقيقي، وليس سيميليشن، ليس افتراضي، لا هو حقيقي، ولكن يدخل الطالب إلى ذلك المختبر من خلال الإنترنت. وقمنا بتصميم مادة اللغة الإنجليزية، طرحت في جامعة اليرموك على عدة فصول. الفصل الحالي تطرح إلى 50 شعبة أو 49 شعبة، 49 شعبة، والطاقة المتجددة تطرح في كل الجامعات الأردنية 5، والمختبر ما زلنا نقوم بتطويره ونطرحه على أساس التطوعي، أن الطالب يتطوع في أن يحصل يقوم بهذا المشروع، وإن شاء الله في المستقبل سنطرحه كمادة إجبارية. معلش دكتور، يعني نحن لابد أن نتواصل مع أحد القائمين على هذا المشروع في جامعة اليرموك، وأنت ذكرت في مداخلتك، لكن قبل أن نتصل مع هذا الضيف ليحدثنا بمثال عملي عن هذه المواد، حبذا لو تسلط الضوء على موضوع مادي متعلق بالجامعات وطرق تدريسها، الطرق التقليدية لتدريس هذه المواد، مقارنة مع أن تصبح هذه المواد تدرس بطريقة إلكترونية. كم توفر على هذه الجامعات، وكم تكون الأمور يعني سلسة أكثر؟ يعني
من ناحية الوفر المادي يعني إذا تكلمنا يعتمد على مستوى المادة، إذا تكلمنا على متطلبات الجامعة من مثل اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، التربية الوطنية، أنت 300,000 طالب يدرسون هذه المواد خلال دراستهم في الجامعة، بمعنى 300,000 طالب تقسيم 4، لذلك يعني يتجاوز 60 و70 و80 ألف طالب في الجامعات الأردنية يدرسون اللغة الإنجليزية في الفصل. فتخيل كم أستاذ نحتاج، تخيل كم غرفة صفية نحتاج، تخيل كم الطاقة الهائل، خصوصا عندما تطرح في فصل الأول في الشتاء، كم نحتاج إلى 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 كهرباء. يعني الوفر هائل. لو تكلمنا عن مواد متخصصة ربما يكون الوفر كذلك هائل، إذا تكلمنا عن تخصصات مثل الهندسة، مثل الطب، مثل العلوم بشكل عام، وكذلك عندما يكون المادة في مساق في مجالات العلوم الإنسانية. يعني نحن سنوفر أموال طائلة، لكن عندما يتم التشارك بين الجامعات في بعض المساقات، خصوصا المساقات المخبرية، وتكون هذه بعض هذه المساقات تشاركية كما حدث في أحد المشاريع، وتشاركت 4-5 جامعات في مختبر في الطاقة المتجددة. يعني فحقيقة إذا إحنا يعني كنا جادين في هذه المسألة، الوفر هائل. كذلك استخدام التكنولوجيا، في النهاية استخدام التكنولوجيا سيعطينا خبرة هائلة وكبيرة جدا، قد تقودنا إلى 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 مسائل أخرى. بالمناسبة يعني إحنا نتكلم عن الإي-ليرنينج، التعليم الإلكتروني، كذلك هناك البحث الإلكتروني، هنالك الآن يعني مجال هائل جدا في القيام في البحث العلمي إلكترونيا، في مجالات كبيرة جدا في تبادل المعلومات، في حتى يعني أصبحنا نستطيع أن نجري عمليات طبية، عمليات جراحية من خلال الإنترنت. هذا البنية التحتية متوفرة لدينا في الأردن، كل شيء متوفر. أنا أعتقد أنه كل شيء متوفر، نحتاج إلى بناء القدرات وتطويرها في حال كان وجود إرادة يعني في القرار، في اتخاذ القرار. يعني أنا شاكر لك دكتور يعني هذا التوضيح، لكن لابد من مثال يعني عملي، وفي المداخلة القادمة نتصل هاتفيا بالدكتور عدنان العتوم، وهو نائب رئيس جامعة اليرموك سابقا، وهو له علاقة مباشرة بهذا المشروع الذي يتم في عدة جامعات أردنية بشراكة أوروبية. فلنستمع معا إلى مداخلة الدكتور عدنان العتوم عبر الهاتف. الإعلام والشأن العام. أعزائي مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والمتابعين لبرنامج الإعلام والشأن العام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة الخاصة حول التعليم العالي واستراتيجياته ومشاكله، وهذه الحلول التي تقدم بطريقة صامتة عبر بعض الجامعات وبمشاريع بشراكات دولية، منها هذا المشروع الذي تحدثنا عنه مع الأستاذ الدكتور عبد الله الزعب في مداخلتنا السابقة، وهو مشروع التعليم الإلكتروني. ولهذه الغاية نجري هذا الاتصال الهاتفي مع الأستاذ الدكتور عدنان العتوم، وهو النائب السابق لرئيس جامعة اليرموك. والدكتور عدنان العتوم هو المسؤول عن تطبيق هذا المشروع في جامعة اليرموك. تحياتي دكتور عدنان. أهلا وسهلا يا سيدي فيك وبكل المستمعين الكرام. يا سيدي أهلا بك. الصحيح يعني نحن نزعجك بهذه المداخلة التي جاءت ربما من غير ترتيب مسبق. لا أبدا، أهلا وسهلا دائما. لكن يا سيدي، نظرا لأن جامعة اليرموك ربما وفي هذا المشروع، مشروع التعليم الإلكتروني، قطعت مسافة يعني تستحق أن نتحدث عنها، حيث المعلومات تشير بأن جامعة اليرموك قد قامت بتصميم بعض المواد لتدرس بطريقة الإي-ليرنينج أو التعليم الإلكتروني، فلذلك نحتاج منك لتوضيح حول هذا الموضوع. كم هي عدد المواد التي تم تصميمها؟ كم طالب يدرسها الآن؟ يعني ماذا وفرت على الجامعة؟ يعني وجهة نظركم في هذا الموضوع لو تكرمتم. سيدي أهلا وسهلا بك، وأوجه شكري لكم على يعني تبني هذا الموضوع الهام. والحقيقة جامعة اليرموك بادرت منذ البداية مع بدء هذا المشروع المدعوم للاتحاد الأوروبي بتطبيق فلسفة المشروع على أرض الواقع. وفلسفة المشروع الرئيسية تقوم على أساس تحسين مخرجات التعليم، فنحن مهتمين بشكل أساسي كيف نستخدم التكنولوجيا الحديثة بأفضل
طريقة وأفضل وجه حتى ننمي ونطور من مخرجات التعليم لدى الطلبة. لذلك جامعة اليرموك توجهت منذ أكثر من سنة إلى تدريس بعض المساقات بالطريقة الإلكترونية. بمساعدة المشروع استطعنا والحمد لله أن نصمم بعض المساقات، وفي مساقين، مساق في اللغة الإنجليزية وآخر في الطاقة المتجددة. وجامعة اليرموك الآن تعمل على عدد آخر من المساقات، تطويرها أيضا وتصميم المساقات. الآن أنا بعتبر قصة النجاح الحقيقية في اليرموك هي في مساق اللغة الإنجليزية. مساق اللغة الإنجليزية كما يعلم المستمعين جميعا هذا من متطلبات الجامعة الإجبارية العامة، نعم، اللي كل طالب يدخل الجامعة يجب أن يدرسه، وهو من المساقات المناسبة جدا لفكرة التعليم الإلكتروني. هلا التعليم الإلكتروني هي ليست عملية تحميل مادة على الإنترنت أو تعليم عن بعد كما يعتقد كثير من الناس، وإنما هي مساق في تفاعل بين الأساتذة والطلبة وبين الطلبة أنفسهم، في أنشطة، في برنامج زمني بده يلتزم فيه الطالب. وتجربتنا كانت الحقيقة بدأت منذ الربيع الماضي، بدأنا أول تجربة ثم كررنا هذه التجربة في الفصل الصيفي، وأخيرا في الفصل الأول الحالي اللي احنا على أبواب نهايته يعني نقلنا هذا المشروع من تجربة إلى واقع. الآن في جامعة اليرموك حوالي 49 شعبة في مساق اللغة الإنجليزية تدرس كلها أونلاين، كلها عن طريق التعليم الإلكتروني. التغذية الراجعة اللي عم تصلنا ووصلتنا في الفصول السابقة أيضا الحمد لله كلها كانت تغذية راجعة إيجابية، هنالك تقبل جيد للفكرة من الطلبة ومن الأساتذة. وما يهمنا أكثر ليس عملية التقبل، ما يهمنا أكثر هل التعليم الإلكتروني فعلا يحسن من المخرجات. الدراسات اللي احنا قمنا فيها ضمن المشروع في جامعة اليرموك وأيضا في الجامعات الأخرى الشقيقة تشير أن مخرجات التعلم في أغلبها في تحسن، أي إنه الطلبة، أداء الطلبة في المجموعات التي تدرس بطريقة التعليم الإلكتروني كانت أفضل في كثير من المعايير مما يدرس بالطرق التقليدية. لذلك يعني هذا شجع الجامعة، إدارة الجامعة مشكورة إنها يعني تنتقل من مرحلة التجربة فقط إلى مرحلة تطبيق تدريس المساق لكل الشعب. كما قلت 49 شعبة، حوالي 2500 طالب تقريبا. بالإضافة لذلك يعني لدينا أيضا تجربة لازمنا منقوم فيها من فصلين، في مساق في الهندسة في الطاقة المتجددة، في مساق آخر في علوم الحاسوب أيضا يدرس بنفس الطريقة. وحاليا إدارة الجامعة مشكورة يعني لديها توجه بتصميم بعض المساقات التي تصلح للتعليم الإلكتروني. يعني أنا لا أدعي أن كل المساقات ممكن تصلح لغاية التعليم الإلكتروني، لكن مثلا على سبيل المثال تحت إدارة المشروع الآن نحن نصمم مساق في اللغة العربية، وعملية التصميم ليست عملية سهلة، يعني ليست عملية تحميل مادة، وإنما هي تحتاج إلى جهد من مهندسين وفنيين وأخصائيين في اللغة العربية، وبأخذ هذا الجهد أشهر مرات حتى يصبح لدينا مساق جاهز يعني للتنفيذ. فالوضع الحالي للجامعة أنا أعتقد أنه مساق اللغة الإنجليزية يطبق كاملا، في ثلاث مساقات على الفصل الثاني ستجرب، وفي أيضا تصميم لعدد من المساقات كما أكد الأستاذ رئيس الجامعة في أكثر من مناسبة أنه لديه تفكير في تصميم ما يقارب 20 مساق خلال السنتين القادمات. فيما يتعلق يعني إحنا الجامعة، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن إدارة الجامعة، لكن أستطيع أن أقول ببساطة القضية مش قضية مادية، ليست قضية توفير. يعني فيما يتعلق بالأساتذة، الجهد اللي بيبذله الأستاذ في التعليم الإلكتروني لا يقل عن الجهد اللي بيبذله في التعليم التقليدي، لكن قد يكون هنالك توفير في القاعات، قد يكون هنالك توفير يعني في الازدحامات اللي عم بتصير في الجامعة، نعم، إذا كانت بعض المساقات تدرس بهذه الطريقة. واللي أهم من ذلك كله يعني أهم من التوفير المادي ومخرجات التعليم. إذا كان هذا التعليم بيعطينا مخرجات أفضل فنحن هذا ما ننشده كمشروع وكجامعة، أنا يعني متفقين على ذلك تماما. والمؤشرات كما قلت كلها تؤكد يعني أن تجربتنا أشارت إلى أن هنالك تحسن واضح في مخرجات التعليم. يعني دكتور طبعا احنا نشكرك على هذه المعلومات وعلى هذه يعني النتائج الإيجابية التي تفضلت وتحدثت عنها، لكن يعني هل تتخيل لأنه يعني بعد مرور زمن معين تكون هناك مساقات
تم تصميمها للتعلم عن طريق الإي ليرنينج بحيث أنه ترسو كثقافة يعني في كل الجامعات وليس في اليرموك وحدها. والله أنا عملي وأنا أرى الأمور هكذا يعني على الأقل أنا بحكي من منظور جامعة اليرموك. إدارة الجامعة كثير متشجعة ومتحمسة للفكرة، والآن نحن يعني شغالين الآن على مساقات جديدة زي ما ذكرت، منها مساق اللغة العربية، وإدارة الجامعة ترى أنه في بعض المساقات التي تصلح للتعليم الإلكتروني. نحن لا يعني لا ننظر إلى جامعة كل مساقاتها مستقبلا ستكون في التعليم الإلكتروني، ولكن نحن انتقائيين يعني ننتقي مساقات نؤمن أنها تصلح للتعليم الإلكتروني وننفذها خطوة بخطوة. بطريقة تكون تعالي وجيدة، لأنه ليس المقصود التعليم الإلكتروني بحد ذاته. نعم، المقصود تحسين الجودة يعني. بالتأكيد. فإحنا بدنا نشتغل بطريقة علمية وطريقة صحيحة. ويعني لا تنسى أنه إحنا من خلال المشاريع يعني شركائنا الأوروبيين أيضا عم بيساعدونا في عملية تصميم المساقات وبيقدمونا النماذج ومندرب إحنا العاملين عندنا بزيارات ودورات خارجية، وهذه أيضا كلها مفيدة. يعني أنا أعتقد جازما أن المشروع نجح بحركة أو في خلينا نقول في مجالين. أولا أنا أعتقد أنه نجح في تغيير الثقافة شوي نحو التعليم الإلكتروني، وأنت تعلم جيدا أن الثقافة ما كانت إيجابية وما فيش تقبل كثير. هذه قضية. القضية الثانية أنا أعتقد أنه يعني الجامعات كلها الأردنية اللي على الأقل اللي معنا في المشروع كلهم بدأوا يفكروا، منهم من يطبق تجارب ومنهم من يصمم مساقات، وبالتالي أنا أعتقد يعني هذا قصة نجاح كبيرة للمشروع. وتشكر عليه جامعة سمية لأن هي مديرة المشروع الحقيقة، وبالتالي يعني أنا أعتقد أنها عملت فرق نوعي في مخرجات التعليم في الأردن. الإعلام والشأن العام. أعزائي مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والمتابعين لبرنامج الإعلام والشأن العام، لا نملك في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لكل من شارك فيها، الأستاذ الدكتور عبد الله الزعبي نائب رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وهو نائب لشؤون التعاون الدولي، وكذلك عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عدنان العتوم من جامعة اليرموك. ولكن قبل أن نودعكم إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج نقدم الشكر للدكتور عبد الله الزعبي. وهل ثمت من رسالة دكتور؟ حقيقة أنا مدين للإذاعة الأردنية على انفتاحها على المجتمع الأكاديمي في الأردن من أجل توصيل صوت هذا المجتمع أو هذا الجسم إلى المجتمع الأردني بشكل عام، والاهتمامها في قضايا التعليم العالي وفي التعليم بشكل خاص. لا يسعني إلا أن أشكرك شخصيا وأشكر الإذاعة الأردنية على جهدها الطيب المباركة. شكرا لك الأستاذ دكتور عبد الله الزعبي من جامعة الأميرة سمية. وحتى نلتقي أعزائي مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والمتابعين لبرنامج الإعلام والشأن العام في حلقة قادمة، هذه تحياتي محدثكم إبراهيم عبد المجيد القيسي، وإلى اللقاء. الإعلام والشأن العام. إعداد وتقديم إبراهيم القيسي.